بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع اليوم إن شاء الله عنا درس قضاء الصلاة حل أسئلة درس قضاء الصلاة يلا مع بعض خلينا نحل الأسئلة السؤال الأول استخرج المقصود بقضاء الصلاة شو تعريف قضاء الصلاة؟ أكتب عندك يا مس هو أداء الصلاة في غير وقتها المحدد لها يعني انك انت تأدي الصلاة لكن مش بوقتها المحدد بغير وقتها تمام؟ طب السؤال الثاني ماذا تفهم من قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شو معنى المقصود بهاي الآية؟ المقصود يا مس أي أن الله قد جعل لكل صلاة وقتا محددا يا يعني رب العالمين جعل لكل صلاة وقت محدد السؤال الذي يلي الثالث بين حكم تأخير الصلاة عن وقتها شو حكم؟ آثم يعني بأخر الصلاة عن وقتها إثم صح؟ طيب السؤال الرابع ما المنزل التي أعدها الله تعالى لعباده الذين يحافظون على أداء الصلاة في وقتها مكانة عالية في الجنة السؤال الخامس: صنف الحالات الآتية المؤدية إلى تأخير الصلاة بعذر أو بغير عذر، يعني بدك تحكي هاي بعذر ولا بغير عذر؟ لم يصلي الظهر حتى دخل وقت العصر لانشغاله بمتابعة مباراة كرة القدم. هذا عذر يا مس أكيد مش عذر إذا نكتب بغير عذر نام بعد صلاة العشاء وفي نيته الاستيقاظ لصلاة الفجر ولكن غلبه النعاس فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس يعني شخص كان بده نام بكير وكان في عنده نية إنه يصلي الفجر بس من النعاس غطوا نام، شو بنحكي هون؟ بعذر لأنه النوم من الأعذار المبيحة، طيب نسي أن يصلي صلاة الفجر ولم يتذكرها إلا بعد شروق الشمس، مش تناسى نسي، تمام؟ إذا النسي النسيان يعد عذراً، طيب ستة ما حكم كلنا الحالات الآتية حاول والده ان يوقضه لكي يصلي لكي يصلي صلاه الفجر ولكنه لم يستجب بحجه انه نام متاخرا اكيد على اثم وعليه القضاء لم يصلي العصر لانشغاله باللعب مع زملائه وقد دخل وقت المغرب اذا علي عليه اثم وعليه القضاء طيب جيم تذكر أنه لم يصلي الظهر وقد دخل وقت صلاة العصر ما تذكر كان ناسي إذا هون ليس عليه إثم ولكن عليه القضاء تمام يا ميس هيك نكون حلينا هذا الدرس أه بتمنى من الجميع حل الأسئلة على الدفتر بخط مرتب نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته